بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى سورة أخرى من سور القرآن المكي، فبعدما انتهينا من الكلام عن آيات سورة الروم، وكذلك ذكرنا جانب من هذه الدروس التي تستفاد من آيات هذه السورة، ننتقل إلى السورة التالية وهي سورة لقمان، وهي أيضا سورة من سور القرآن المكي. افتتحت هذه السورة بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تلك آيات الكتاب الحكيم، إشارة إلى تعظيم هذا الكتاب الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله، وهو كتاب اشتمل محكم في آياته واشتمل على الحكمة. وعلى ذلك هذا كتاب لا غنى للإنسان المسلم عنه، لا غنى للإنسان عن هذا الكتاب، فهو الكتاب الذي يهدي إلى الصراط المستقيم، وهذا هو الكتاب الذي يقود الإنسان إلى الجنة وإلى المغفرة والرحمة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. تلك آيات الكتاب الحكيم، يبقى أحكامه كلها مبناها على الحكمة، وهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الكتاب هدى ورحمة للمحسنين، لا يستفيد بذلك الكتاب إلا من رقى إلى هذه المرتبة أن يكون من المحسنين، أحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى وأحسن إلى الخلق. هدى ورحمة للمحسنين، يبقى كما يعني افتتح الكلام في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى الذي يستفيد بهذا الكتاب هو المؤمن، هو من وصل إلى مرتبة التقوى، أنه آمن برب سبحانه وتعالى، آمن باليوم الآخر، فأحتجد أنه بيستفيد من كلام رب سبحانه وتعالى، لأنه يسعى إلى تفعيل ما يتعلم من كلام رب سبحانه وتعالى. هدى ورحمة للمحسنين، يبقى الإنسان يستجلب لنفسه الرحمة والرحمات بتفعيل لكلام رب سبحانه وتعالى. وكثيرا ما مرت علينا الآيات بتتكلم أنه لا يستفيد من القرآن إلا المؤمن، آيات كثيرة يعني مرت علينا في كتاب الله سبحانه: لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. آيات كثيرة جدا مرت علينا وكلها تؤكد على هذا المعنى، تؤكد على هذا المعنى، أن الإنسان لو أراد فعلا أن يستفيد من كلام ربه سبحانه وتعالى فلا بد أن يبنى هذا البناء الإيماني الذي من خلاله يؤهل لكي يستقبل الآيات ثم يقوم بتطبيقها. هدى ورحمة للمحسنين، ثم شرعت الآيات في وصف من هو الذي وصل إلى هذه المرتبة، يبقى كيف السبيل لكي نصل إلى هذه المرتبة. يبقى ده مش كلام يعني مجمل بلا بيان ولا تفصيل، ولكن تأتي الآيات التي تبين وتوضح لنا كيفية السبيل للوصول إلى هذه المرتبة. كما هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون. يبقى هذه لما كلمت الآيات أنه لا يستفيد القرآن إلا من حقق التقوى، يبقى طب كيف السبيل إلى تحقيقنا للتقوى؟ يبقى حتى يكون الأمر جلي وواضح وبين للجميع، أن حتى يقطع عذر الإنسان أو بر الإنسان أنه لو كان يعلم كيف الطريق لا فعل ذلك. لا، هذه الطريقة للوصول أن تكون من المتقين، هذه الطريقة للوصول لكي تكون من المحسنين، الذي أحسن في عبادة الله عز وجل وأحسن إلى الخلق. خذنا ورحمة المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون. دائما كده هنجد الاقتران بين الكلام عن الصلاة والزكاة. الصلاة هذا إحسان العبد في عبادة الله سبحانه وتعالى، يبقى قد أحسن عبدي إلى نفسي لما أحسن في عبادة الله عز وجل، وأحسن أيضا إلى نفسي لما عامل الناس بخلق حسن، يبقى أحسن إلى الناس. وهم بالآخرة هم يوقنون، دائما المحرك للتفعيل هو الرؤية الواضحة الصحيحة الأمر الآخرة. دائما كده بيتأكد هذا المعنى كثيرا في مواضع كثيرة مرت علينا. دائما هنجد أن السبب في التحريك والتفعيل هو الرؤية الواضحة والتصور الواضح للإيمان بالآخرة. يبقى إيمانه بالآخرة تصور واضح، نستصحب هذا التصور دوما في حياتنا، أن هذا محرك دايما إلى التفعيل، ومحرك دوما إلى امتثال العبد لأوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب العبد ما نهى عنه ربنا سبحانه. وهم بالآخرة هم يوقنون. احنا أيضا الآيات الأول كانت في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، من الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر، لكن أتت أيضا الكلام تأكيدا، أتى ذلك الخاص بعد العام، يبقى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بيأكد على هذا المعنى، أكد قلنا معاني طبعا يؤمنون بالغيب اشتمل على الإيمان بالآخرة، لكن أتى يعني للتأكيد على هذا المعنى، يبقى ده الخاص ده ورد بعد هذا العام عشان يتأكد عندنا هذا المعنى، ويتأكد عندنا الاهتمام بأيضا وضوح الرؤية بالنسبة لأمر الآخرة، وبناء أيضا التصور الواضح بالنسبة لأمر الآخرة. وأيضا بنؤكد دائما فرق بين المعرفة والتفعيل، فرق كبير جدا بين المعرفة والتفعيل. نحن نريد التفعيل، يعني أرى الآخرة رأي العين، أنا من الممكن أن أصف الآخرة، ولكن يا ترى قلبك كيف ترى بالنسبة للآخرة؟ يبقى أنا ممكن كده أصف لك الآخرة، وأصف لك أيضا ما سيمر عليه الإنسان من أحداث ومن أهوال، وأيضا أحداث جسيمة في يوم القيامة، ولكن يا ترى قلبك كيف يرى الآخرة؟ وده الأمر الهام، أن قلبي هو يرى الآخرة فعلا، ومشاهد الآخرة يبقى مشاهد مصورة داخل قلبي، يبقى بنستصحب ذلك في كل جزئية وفي كل جانب من جوانب حياتي. وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الذين كتب الله عز وجل لهم الفلاح والفوز والسعادة في الدارين. يبقى أدي الجانب العلمي والجانب العملي، يبقى نقف على التصور الواضح للآخرة، وأرى الآخرة فعلا رأي العين. إنسان لما بيرى أي مشهد بعينيه، هذا المشهد بيطبع في قلبي ويصور في قلبي، وبالتالي لو أنا رأيت مشهد في حياتي من 20 سنة، فالآن أيضا أستطيع أن أحكي أيضا نفس هذا المشهد بجزئياته. لماذا؟ لأنه طبع هذا المشهد في قلبي، يبقى طبع هذا المشهد مع أن غاب عن عيني يعني 20 عاما، يبقى 20 عاما غاب ذلك المشهد، لكن هو أساسا لما نقل عن طريق البصر إلى القلب فصور هذا المشهد في القلب وطبع في القلب، وبالتالي كل فترة يعني بعد 20 عاما بعد 30 عاما أستطيع أن أحكي لك هذا المشهد بجزئيات وكأنني أراه الآن. يبقى طب ده أنا لم أراه بعيني الآن، ده من 20 سنة أو من 30 سنة، لكن هو صور في القلب، وبالتالي أنا أحكي لك نفس المشهد. المطلوب فعلا أن أنا أرى الآخرة رأي العين، لو رأيناها رأي العين لطبع ذلك في القلب وصور ذلك في القلب، وده المطلوب.
المشاهد اللي احنا بنقراها دي مشاهد حية، يبقى لابد أن تطبع في القلب، يبقى كأني رأيتها فعلا رأي العين، رأيتها رأي العين، يبقى صورة واضحة، صورة حقيقية طبعت في قلبي. وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى هذه طريق الهداية وهذه طريق الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الطريق لا يعرف إلا من خلال القرآن، يعرف إلا من خلال هذا الكتاب. والمطلوب أن نفعل ذلك الكتاب في حياتنا. ثم تأتي الآيات لتتكلم عن صنف آخر من الناس، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. يبقى الآيات الأول كانت بتتكلم عن المؤمن، عن من وصل إلى مرتبة الإحسان وكيف السبيل إلى ذلك. أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون، هؤلاء الذين كتب لهم الفوز والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. صنف آخر بقى كيف يتعامل مع القرآن. الصنف الأول ده يبقى فعل ذلك القرآن في واقع حياته. الصنف الثاني كيف كان بينظر إلى القرآن، ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يبقى من الناس ما يشتري له الحديث، يبقى بيختار يعني له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. يبقى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يبقى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يبقى قدموا الدنيا على الآخرة، وأيضا ساروا خلف الهوى وتركوا ذلك الشرع، لم يتبعوا هذه الشريعة التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله، ولكن كانوا يسيرون خلف الأهواء، وكذلك على ما يملي عليه النفس الأمارة بالسوء. والناس من يشتري لهو الحديث، يبقى لهو الحديث يبقى الكلام واضح، يعني هذا الكلام واضح جدا ان يعني لهو الحديث هينشغل به عن كلام ربي سبحانه وتعالى، ينشغل به عن كلام ربي سبحانه وتعالى ليضل عن سبيل الله بغير علم. يعني نجد ان هو يعني في ضلال مبين ويدعو الى ضلال ويتخذها هزوا. ما بيستمع الى الايات كده بنجد ان هو يصدر منه الاستهزاء او الاستهانة بكلام ربي سبحانه وتعالى. يا ترى لماذا؟ قلنا معاييره كلها مغلوطة وكذلك مقلوبة، فهو أساسا يقدم له الحديث عن كلام ربي سبحانه وتعالى، فتراه يسعى في صد الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى بعدما صد نفسه عن ذلك، وهم ينهون عنه وينأون عنه. كما مرت علينا الآيات قبل ذلك أن هذا المشرك لم يقف إلى هذا الحد أنه قد أشرك بربي سبحانه وتعالى، ولكن تراه داعيا إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، إلى الشرك. يبقى هو لم يترك الطاعة فحسب، ولكن تراه يدعو غيره لكي يترك هذه الطاعة. يبقى بتجد أنه بيصد عن سبيل الله، أولا صد نفسه عن سبيل الله، والأمر الثاني ويدعو إلى هذا الطريق، طريق الانحراف عن منهج ربي سبحانه وعن صلاة ربه المستقيم. أولئك لهم عذاب مهين، وعيد من الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان له عذاب مهين، ومن يهن الله فما له من مكرم. يبقى عذاب مهين، هتراه ذليلا من الصاغرين بيعذب بذلك العذاب المهين. وإذا تتلى عليه آياتنا وصف ليه ولا مستكبرا كأن لم يسمعها،
يبقى لم يعطيها أي نوع من أنواع الاهتمام، لم يعطيه زي بالضبط كده لما تتكلم بإنسان بينظر إليك نظرة إصدراء، أو أنه هو يمر كده يعني أنت تعلم أنه بيسمعه ولكن مع ذلك هو لم يلتفت حتى لو التفات يسيرة لكي ينظر إليك، فأنت حتراه كده إنسان بيستكبر عن قبول ذلك الكلام، وبالتالي ده حاله حال المستكبر دوما بيزدر الخلق، عنده كده بطر، عنده أيضا غرور بالنفس، ولذلك إذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، بيعملها إزاي؟ إنه كأنه ما سمعش الكلام دوت، كأن في أذني وقرة، كأن في صمم كده في أذني، تمام تنادى على الأصم فإنه لا يجيب لأنه لا يسمع الكلام، لا يصل إلى مسمعه، وده حاله أيضا، ده حال المستكبر كده، حال المستكبر، استكبار هذا الإنسان حال بينه وبين أن يستمع إلى ذلك الحق، وعلى الرغم أنه بيسمع الكلام، يعني الكلام ده وصل إلى مسمعه، لكن هو سمع إدراك يدوبك وصل إلى أذنيه، لكن على ذلك هو لم يفهم ولم يفقه ولم يستوعب المعنى، يبقى حاله كحال الأصم الذي كان بأذنه الصمم وبالتالي لم يسمع. حال المستكبر كده دايما، يعني تجده لما تتكلم معاه حنجد أنه لا يعترك أي نوع من أنواع الاهتمام، وكأنه لم يسمع ما تتكلم به، ازدراء كده وتحقيرا للناس، وفي الحقيقة هو الوضيع أساسا، هو وضيع، هو في راذل القوم، لكن دي نظرة المستكبر، بينظر إلى نفسه بنوع من أنواع الغرور والزهو والعجب، وكذلك الاستطالة على خلق الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا يحشر يوم القيامة كأمثال الذر، يطالب الناس بأقدامهم يوم القيامة جزاء وفاقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يا ترى أنا من هؤلاء أم لا؟ لما بسمع الآية بولي مستكبرا كده كأن لم أسمعها ولا بسمعها، ونعطيها الآذان الصغيرة، قلبي الآن مستيقظ، أنا أستمع أستوعب ثم أطبق. إحنا هنعرف أن اللي بيفرق ما بين المستكبر وعدم المستكبر إيه؟ اللي بيفرق التطبيق، يعني هو التطبيق، يعني كما مرت علينا الآية في سورة الأنعام، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة تبسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى اللي بيستكبر ده حاله إزاي؟ يبقى بيسمع ولكنه لا يستجيب، لا يستجيب، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، بيعملها إزاي؟ كأنه ما سمعهاش، لكن أنا سمعت الآن أن الله تعالى أمر بكذا أو نهاني عن كذا، إيه المطلوب بعدما استمعنا إلى قول الله تعالى أن افعل أو لا تفعل؟ إيه المطلوب؟ يبقى القول كعدم القول، السماع كعدم السماع، ولا هيبقى في مغايرة بين الأمرين؟ لازم يبقى في مغايرة، يبقى أنا لم أسمع أن الله تعالى أمر بكذا، طب استمعت بعد ذلك أن الله أمر بكذا، هل حالي قبل الاستماع كحالي قبل الاستماع؟ يبقى هو ده الاستكبار، هو ده الاستكبار، يعني أنت لم تسمع فقد تكون معذورا، جاهل المسألة، الآن أنت عرفت المسألة، تعلمت المسألة، طب لماذا لا تفعل؟ لماذا؟ يبقى هو تساوى، تشابه، يعني تشابه مع المستكبر، حتى لو لم يكن مستكبرا، لكن هو تشبه بهذا المستكبر، حالك حالي، نفس الفعل، نفس السلوك، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم حشر معه، ده مجرد التشبه، يعني مجرد التشبه، يتشبه كده في الظاهر حتى لو لم يكن في باطنه، من تشبه بقوم يبقى تشبه حتى على الظاهر، قال تشبه بقوم حشر معهم، ولذلك لما قال خالفوا المشركين اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، مخالفة، يعني احنا بناخد هذا الكلام يعني بصورة كده يعني ليس فيها نوع من انواع الجدية، لا ده مخالفة، خالفوا المشركين، قال خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، يبقى اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، فبين لنا مظهر من مظاهر المخالفة، هذا مظهر من مظاهر المخالفة، إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم، بشروا، بس لا تبشروا بالبشرة حسنة، بشروا بهذه البشرة السيئة، بشروا بعذاب أليم ينتظره جزاء وفاقا على استكباره عن قبول ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم،
خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، الكل تحت قهره وتحت سلطانه، حكيم سبحانه وتعالى. ولذلك الحكمة وضع الشيء في موضعه، فربنا سبحانه وتعالى هدى فلانا وأضل فلانا، يبقى هدى فلانا بفضله وبرحمته، وأيضا أضل فلانا بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. يعلم من الذي يستحق الهداية فيسر له سبيل الهدى، ومن لا يستحق الهداية فلم ييسر له سبيل الهدى. ثم تأتي الآيات لكي تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. يبقى التعريف بالرب سبحانه وتعالى، وكما أنه انفرد بالخلق والإيجاد، فهو أيضا المستحق للعبادة دون سواء. يعني فمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون؟ إزاي تساوي بين الأمرين؟ كيف تساوي بين الخالق والمخلوق، بين المالك والمملوك، بين الرب وبين المربوب؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ساء ما تحكمون. ولذلك كان فيها تعريف بالرب سبحانه وتعالى، خلق السماوات بغير عبد ترونها، يبقى فيها أيضا إرشاد للعباد كيف يتفكرون في خلق الله تبارك وتعالى، وكيف يتعرفون على ربهم المعبود سبحانه وتعالى. خلق السماوات بغير عبد ترونها، يبقى دي المسألة الأولى. السماء هي كالسقف المحفوظ كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش أعمدة تحمل ذلك السقف. أيضا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يبقى جعل الأرض مهادا، ده بالإضافة أنه ألقى في الأرض رواسي للجبال حتى لا تميد من تحت أقدامنا. واحد دايما كده بيتخيل لو لم تكن هذه الجبال لمادت الأرض من تحت أقدامنا، حنجد أننا لا أستطيع أن أحفظ توازني أبدا وأنا أسير على الأرض، يبقى بترنح كده مش هحفظ التوازن. لكن الأرض كده ثبت الله عز وجل الأرض بهذه الأوتاد بالجبال، يبقى هذه الرواسي الشامخات كده ثبت الله عز وجل بها الأرض، ولولا ذلك لمادت الأرض تحت أقدامنا حتى لو كانت ممهدة، يعني حتى لو كانت فراشا كده، حتى لو كانت بساطا، فحنجد لكن لا أقوى على السير عليها. ليه؟ لأن يعني حترنح كده، وترى الناس سكارى هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، بترنح كده من شدة العذاب. احنا برضك هنا لو لم يكن هذه الرواسي الشامخات التي تثبت بها الأرض لمادت الأرض من تحت أقدامنا، فدي رحمات ربنا سبحانه وتعالى. من رحمة الله عز وجل بنا أن الأرض ممهدة حتى نستطيع يعني أن نسلك فيها سلك العيش. ده بالإضافة لو الأرض ممهدة ولكن ما فيش ما يثبت الأرض، هي كالرواسي الشامخات، حنجد تميد من تحت أقدامنا، وبالتالي لا أستطيع حفظ توازني ولا أستطيع أيضا السير عليها، ولا أسير سير المترنح كده، يبقى لا أقوى على حمل نفسي. وبث فيها من كل دابة، كل دي مخلوقات الرب سبحانه وتعالى التي خلقها، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. رحمة الله عز وجل أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم متاعا لكم ولأنعامكم. هذا خلق الله، إشارة هي إشارة بسيطة جدا، يعني هذا هو خلق الله عز وجل. فأروني ماذا خلق الذين من دوني، إن أنتم أشركتم يعني بالله سبحانه وتعالى بهم، وروني كده يعني فين خلقهم. يعني حنجد أن الكفار الذين أشركوا بالله عز وجل يقرون أن لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، وأنه النافع الضار، وبيده الإحياء والإماتة، يقرون بذلك وأن الله انفرد بذلك. يعني هم أساسا يدينون أنفسهم، يقرون بذلك الله سبحانه وتعالى، فما فيش أساسا مجال نشركوا بالله. كنت أفرطت الرب سبحانه وتعالى وقلتم أن الآلهة التي اتخذتموها من دون الله أعجز ما تكون عن خلق ذبابة، فهم يقولون بذلك وأنه لا خلق للرب المعبود. طب إزاي أنت تثنى لك على ذلك أن تصرف العبادة لغير الخالق، كيف يكون ذلك؟ ذلك إحنا دائما بنحيل على الآية الأول في سورة البقرة،
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ما يصلحش أبدا أنك أنت تساوي بين الخالق والمخلوق أو بين المالك والمملك أو بين الرب والمربوب، هذا لا يصلح أبدا. فيش إنسان عاقل أبدا يتكلم بذلك كلام. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يبقى يتساوى، لا يستوون بأي حال من الأحوال. هذا خلق الله، يبقى كل المظاهر الكونية اللي احنا بنراها دي هذا خلق الله تبارك وتعالى. فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. يعني أمر واضح جدا، ظلم هؤلاء ظلم بين وواضح، واضح جدا أنهم ظلموا أنفسهم لما أشركوا بالله تبارك وتعالى. يعني أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطانا. فما دليل هؤلاء وما سند هؤلاء في الآلهة التي اتخذوها من دون الله؟ قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين أنها آلهة تعبد يعني من دون الله. عندكم سلطان بكده؟ أبدا. عندكم دليل؟ عندكم سند شرعي؟ ليس عندهم شيء. لكن هي أساسا يعني مما أوحى به الشيطان إلى هؤلاء ومما زينه الشيطان لهؤلاء، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لما العمل تراه مزين كده يبقى لازم انك انت اساسا يبقى تصد عن السبيل، لانك انت لن ترى، انت بترى ذلك العمل هو داء الصحيح، فرأيت الباطل هو الحق. طب يعني هتهتدي ازاي للحق؟ كيف تهتدي وانت تظن ان هذا الباطل هو الحق؟ هو تظن لو تركت ذلك الى غيره فانك تركت الحق الى الباطل، فمش هيدرك، هيتشبث بذلك الامر. فتخيل بقى الشيطان لما بيزال الانسان العمل بيرى هذا العمل حسن. طب لو تركه يبقى في ظن كده في اعتقادي لو ترك ذلك الحسن لاتى القبيح وهو على القبح اساسا، لكن دائما تزيين الشيطان. كيف اراه ذلك الامر؟ طبعا ده نتيجة مرض القلوب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم بيأتي بعد ذلك الكلام عن وصية لقمان عليه السلام لولده، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الكلام بيخبر في بداية عما امتن به ربنا سبحانه وتعالى على لقمان عليه السلام. ولقد آتينا لقمان الحكمة، أعطاه الله عز وجل الحكمة وهي العلم النافع والعمل الصالح، يبقى وفقه الله عز وجل إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأيضا أعطاه ربنا سبحانه وتعالى المعرفة بالأحكام التي يحتاج إليها الإنسان. ولقد أتانا لقمان الحكمة، يبقى عنده يعني مسدد في قوله وموفق أيضا في أعماله، عنده العلم النافع ومقرون بالعمل الصالح. أن أشكر لله، يبقى المطلوب أن أنا أي نعمة أقابل هذه النعمة بشكر لله سبحانه وتعالى على نعمته. ثم وضح لنا ربنا سبحانه وتعالى المسألة أن الله تعالى لما طلب شكر العبد ربه سبحانه وتعالى على نعمته، يعني هذا لا يزيد في ملك الله سبحانه وتعالى، وعدم شكر الإنسان لن ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، ولكن ده إرشاد لمنفعة العبد.
إرشاد لمصلحة العبد. لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة، ده لصالح النبي، ده لصالحنا، ده بيرشدنا إلى الخير، ما من باب من أبواب الخير إلا ودل أمته عليه. فمن هذا الأمر يبقى إحنا حنصلي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إما بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يعود عليك أنت هذا بالنفع، فأرشد العباد إلى ما فيه نفعهم في الدنيا والآخرة. صلى الله بي عليك عشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا أرشدنا الله عز وجل أن نقابل النعمة بالشكر وبمزيد من الطاعات. ما هو نفع الرب بذلك سبحانه وتعالى؟ ربك غني حميد. دائما كده لما تيجي تقرأ في الأوامر التي أمر بها ربنا سبحانه أو النواهي التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى لابد أن تكون مستحضرا لهذا المعنى، لقول موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى، غني عنا وعن تفعيلنا لهذه الأوامر، كما أنه لا يضر بما نفعل من معاصي. دائما كده لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. لما أمرنا بالذبح وهذا النسك يبقى طب يا ترى إيه الفائدة التي تعود على رب سبحانه وتعالى؟ ربك غني حميد. أمرنا بما يعود علي أنا بالنفع في الدنيا والآخرة. لذلك قال لقمان أنشكر لله ثم وضح المسألة، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. لو كفر يبقى ربك غني حميد. طب إن شكر أنت بتشكر لنفسك، يعني من عمل صالحا فلنفسه وأنا سافع عليها. أنت لما بتعمل عمل صالح بتصلي بتقوم الليل بتصوم النهار بتتصدق كل ده بيعود عليك أنت بالنفع. فملك الله عز وجل لا يتأثر لا زيادة ولا نقصان بفعلنا الطاعة أو فعلنا المعصية، لا يتأثر، لا يزاد في ملك الله عز وجل بطاعة الطائعين ولا ينقص من ملكه بمعصية العاصين، لا، ولكن أنت الطاعة دي تعود عليك بالنفع والمعصية تعود عليك أنت بالمضر. ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بذلك يبقى أمرنا بما فيه مصلحة العبد وسعادة العبد في الدنيا والآخرة. لكن ربك غني حميد سبحانه وتعالى، لذلك يبقى التوجيه ولقد أتينا لقمان الحكمة نشكر لله نعمة تقابل بذلك، ومن يشكر تصحيح بقى فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يعني اللي هيجاهد ده هيجاهد لنفسه. فربك غني عن العالمين سبحانه وتعالى. يبقى مع ان طبعا الايات كما بينا قبل ذلك خواتيم سوره العنكبوت، ومن جاهد في انما الايه في البدايه كده ومن جاهد في انما يجاهد لنفسه ان الله غني عن العالمين، وفي الاخر كده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى ربنا هيصل لك امر الطاعه، لكن تعرف يقينا انك انت فعلك للطاعات دي اياك ان يكون من باب المن على الرب سبحانه وتعالى، يعني اياك انت ايه يدخل في نفسك ذلك الامر. في الحقيقه اللي بيجاهد ده بيجاهد لنفسه، اللي بيستقيم بيستقيم لنفسه، اللي بيفعل الطاعه بيفعل الطاعه لنفسه، اللي بينحرف ده بينحرف عليها، يعني بينحرف المضره دي تعود عليه هو. فلما امرنا الله عز وجل ان نجاهد النفس كل ده لنفعي انا، وان جاهد في انما يجاهد لنفسه ان الله غني عن العالمين، والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا. هذا من رحمات الله ومن افضاله من احسانه سبحانه وتعالى ان العبد لما يجتهد ربنا سبحانه وتعالى يعينه. لكن ربك غني حميد، فلذلك ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد. ثم بتاتي بقى وصية لقمان عليه السلام لولده، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول أساس من أسس التربوية للأولاد هو أن تربي الولد على التوحيد، أن تربي الولد على التوحيد. والتوحيد معناها برضك لما دي كلمة عامة، جملة عامة كده، دي ايه التوحيد؟ يعني اول حاجه تعرف الولد بربه المعبود،
وده اللي حياتي الكلام بعد ذلك أولي أنها إن تكون مثقال حبة خردل، يبقى بيعلمه كده إياك والشرك. ده كلام عام، إيه الشرك؟ يقول لك احذر من الشرك. لو أنا تركتك كده أنت ممكن تترك الشرك إزاي؟ تجهله. يعني أنا بحذرك كده من الشرك، الشرك ده تندرج تحته تفاصيل، يعني أمرك بالإيمان، الإيمان ده يندرج تحت تفاصيل، إن لم أقف على التفاصيل يبقى أنا لن أفعل، لأن لا أفعل إجماليات أبدا، لا أفعل إلا من خلال التفاصيل. يبقى زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك أن الله تعالى أمر بالصلاة، أقيموا الصلاة، خلاص ده أمر مجمل، المطلوب أن أنا أصلي، بس حصلي إزاي؟ يبقى لازم أقف على التفاصيل عشان أفعل، وإلا هي مش مبنية لتفسير الإنسان لهذا الأمر. لا، تيجي بعد كده السنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، خذوا عني مناسككم، أمر الله عز وجل بالحج والعمرة، فلكن نفعلها إزاي؟ المناسك دي تؤدى إزاي؟ خذوا عني مناسككم، يبقى هذا المنسك بنفعله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان أيضا أنا هنا يعني البناء الإيماني الصحيح نبنى عليه، وكذلك أترك الشرك، يبقى لازم أقف على التفاصيل، هو الإيمان المطلوب عشان نبنى عليه كبناية صحيحة، وإيه الشرك اللي أنا أكتنبه؟ يبقى مش مجرد أنا قلت أنا اكتنبت الشرك كده اكتنبته، لا، لكن الشرك يبقى ده ليه تفاصيل، اكتنب كذا وكذا وكذا، مسائل كلها واضحة محددة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا من أعظم الظلم، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل الله ندا وخلقك، يعني إزاي بقى؟ فلا تجعل الله أندادا، بل آيات في الأول في سورة البقرة: فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. ما ينفعش إنك أنت يبقى في تتخذ يعني إله من دون الله، يبقى ده ند لله سبحانه وتعالى أو ضد الله سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية؟ لا سمية له ولا مثل له سبحانه وتعالى، يبقى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلذلك أول أمر بيعلمه التوحيد، واحذر الشرك. يبقى قل تعالى: أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، مطلوب اجتناب الشرك، ومن المحظة أو من الإيمان ترك الشرك، كما أنه من الطاعة ترك المعصية. فلازم أنا أعرف إيه هو الشرك المطلوب أتركه، وإلا مش مجرد أن أنا أترك العنوان العام يبقى أنا تركته كده، لا، لازم أقف على تفاصيل. ويبقى دي كانت أول دعامة بيبنيها داخل نفس ذلك الولد. أول أمر بيعلمه التوحيد، والتوحيد ده يعني لا نتممه إلا بتعريف الولد برب العالمين، يبقى ده هو ده التوحيد. ولذلك كل نبي أرسل إلى قومه قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يبقى ده كلام كده بيدعوهم إلى قول لا إله إلا الله. فمن هو الرب المعبود؟ يبقى لازم أنا أتعرف عليه. ولذلك الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا ما تتكلم عن الرب المعبود، تتكلم عن مظاهر الربوبية، تتكلم عن الرب المعبود، زي ما مرت على الآيات: خلق السماوات بغير عمد ترونها، بيكلمنا عن خلق الله سبحانه وتعالى، وأيضا بيلفت الأنظار كيف أنظر إلى خلق الله تبارك وتعالى. ما كلنا عارفين أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق جميع هذه المخلوقات، كلنا عارفين، بس إزاي أنظر إليها؟ إزاي أتأملها؟ إزاي أتدبرها؟ يبقى خلق السماوات بغير عمد ترونها، بيلفت النظر كده، فعلا دي السماء كالسقف المحفوظ، ما فيش عمود واحد شايل السماء. يبقى مين اللي حفظ السماء انها ان تسقط على الارض؟ الرب المعبود قدير سبحانه وتعالى. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، بيعرفنا ايضا بنعم علينا، من نعم اللي هو مهد لنا الارض وثبت الارض من تحت اقدامنا، ولا لو مهد الارض وتركها بلا رواسي شامخات كده تثبت به الارض لمادت من تحت اقدامنا، كانت استحاله العيش عليها. وكذلك بث فيها من كل دابه وانزلنا السماء ماء فانبتنا فيها
من كل زوج كريم. هذا من رحمات الله عز وجل بنا، أنه أنزل هذا الماء من السماء واختلط بالأرض فكان منه النبات والعشب والزروع لغير ذلك متاعا لكم ولأنعامكم. حتى الأنعام المملوكة لنا نحن لا نستطيع أن نستجلب لها رزقا، لكن رزق هذه البهائم أيضا على ربها سبحانه وتعالى. ده بالإضافة للمنافع الكثيرة كما مرت علينا الآيات خاصة في سورة النحل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. بتيجي هنا الآيات يبقى التعريف بالرب المعبود ده أصل المعرفة، ده أصل المعرفة. يبقى فعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أصل المعرفة إيه اللي أنت تعرفه عن رب المعبود. وبرضك مش معرفة نظرية، معرفة لها أثر بالغ في ضبطي لسلوكياتي. يبقى عرفت رب أنه سميع، بحافظ على كلمتي، حافظ على الكلام اللي بيخرج مني، وبالتالي أنتقي أطيب الكلام، وبالتالي أنا حريص جدا أن أبتعد عن أي كلمة من كلمات الكذب أو الزور أو البهتان أو الكلام المستقبح أو المستهجن أو المنكر من القول. حريص جدا لأن ربي سبحانه وتعالى سميع. حريص جدا أيضا ألا تأتي خاطرة سيئة ثم تستوطن القلب. لماذا؟ لأن ربي سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبي ويعلم سبحانه وتعالى ما في نفسي، فأنا أستحي من ربي سبحانه وتعالى أن تأتي خاطرة من الخواطر السيئة ولا أقوم بطردها ولكنها تستوطن في قلبي. فعلى ذلك أستحي من ربي سبحانه وتعالى أنه ينظر إلى قلبي، فأنا حريص جدا أن أطهر قلبي من أي شائبة من هذه الشوائب. على الرغم من الإنسان كده لا يؤخذ بحديث النفس حتى يتكلم أو يفعل، لكن مسألة مش كده، ده المسألة أنا بستحي من ربي سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فعلى ذلك أستحي من ربي سبحانه وتعالى، فما تجيش خاطرة سيئة تترك لها المجال حتى تستوطن في قلبك. لماذا؟ إيه اللي بيخلكش يعني حريص جدا ألا تستوطن خاطرة سيئة في قلبك وأن تقوم بغلق الباب على أي خاطرة يلقيها الشيطان على قلبي؟ يبقى أن ربي سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ربي سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فيبقى لذلك حريص جدا انت على هذا الامر. ده التعبد بقى، عرفت ربي سبحانه وتعالى، وكان كل يعني معرفه لها اثر بالغ على سلوكياتي، سواء الاقوال سواء الحركات السكنات الافعال. يبقى لا ضابط لافعالي واقوالي الا من خلال أن أقيم هذه العبودية لله تبارك وتعالى من أسماء وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا من أعظم يعني الظلم، من أعظم الظلم أن تجعل لله ندا هو خلقك. إزاي ممكن يبقى كده؟ إزاي تساوي بين الخالق والمخلوق أو بين الملك والمملوك أو بين الرب والمربوب؟ يعني هذا كلام غير مقبول تماما، يعني عقلا، يعني فضلا عن شرعا، عقلا كده غير مقبول. يعني ما يستويش أبدا الحسن والقبيح. يمين اللي بيساوي بين الحسن والقبيح؟ نحن نقول ده المجنون بقى، المجنون لا يستطيع أن يميز. لكن أنت كإنسان عاقل يعني تميز بين الحسن والقبيح. كلنا يعني بعيد كده عن المسألة الشرعية، الكل يعني يميز هذا حسن وهذا قبيح، يعني هذا حسن وهذا قبيح. يبقى نستطيع بالعقل كده نميز بين الحسن والقبيح. فإزاي أنت ممكن تساوي بين الخالق والمخلوق؟ يعني أمر يعني يستهيل عقلا أساسا أنك أنت تساوي بين الخالق والمخلوق. فلذلك كانت دي الوصية الأولى للقمان عليه السلام. لذلك مرت عليه الآيات في قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى احذر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم يأتي الكلام في توجيه الخطاب إلى هذا الولد من رب العالمين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. يبقى الجملة دي أساسا جاءت جملة يعني مش ده من كلام لقمان عليه السلام، لكن دي وصية رب سبحانه وتعالى.
دي وصية الرب. يبقى حتى لا ننسى الأب بيعظ الابن ويربي الابن، لكن ايه واجب الابن اتجاه الأب؟ ثم تستكمل بعد كده الآيات: يا بني إنها إن تكن مثقال، ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يبقى ده الخطاب ده موجه من الله سبحانه وتعالى إلى الولد: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بعد كده بيأتي الكلام يعني استكمال الوصية بقى لقمع السلام: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.